هل أنت شخص متفائل بطبعك ولا متشائم بطبعك؟ سؤال بنسأله وبنتسأله كتير، والهروب منه عادة بيكون أنا واقعي مش متفائل ولا متشائم. بس إحنا محتاجين التفاؤل، مش التفاؤل اللي بيقول الدنيا بمبي أو الدنيا وردي وخلاص، ولا نام وارتاح يأتيك النجاح، زي ما ابن الراحل عباس محمود العقاد بيقول: التفاؤل المحمود هو التفاؤل اللي يقنعك بأن العمل ممكن، ومع إمكانه تكون لي إفادة ترجوها. مختصر كلامي إنك تتفائل وتعمل وتجتهد، وما تبخلش على عملك بأي نوع من التراخي. معايا النهاردة موضوع يعني ممكن نقول اللي هو بيختص أو يخص بنسبة كبيرة من الناس داخل هيئة التأمين الصحي. وعشان نستكمل حلقة سابقة كنا اتكلمنا فيها، اتكلمنا عن دور اللي بيقوم به أخصائي تأهيل التخاطب والنفس داخل هيئة التأمين الصحي، وكيفية التشخيص للمرضى، وما يقوم به عند قدوم المريض لهيئة التأمين الصحي. هنستكمل الموضوع ده، ولكن اليوم بمطالبات يعني ممكن نقول بسيطة جدا. من حق أي أخصائي إن هي تكون ليه. خلينا نستكمله النهاردة ونشوف إيه هي طلباتهم، بس بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. خلينا نرحب بضيوف حلقة اليوم من داخل هيئة التأمين الصحي عشان نعرف يعني الطلبات اللي هم حابين ينجدوا بها. معي ومعكم النهاردة أستاذ نبيل منصور أخصائي تأهيل نفسي، والأستاذة ولاء فوزي أخصائية التأهيل التخاطب، والأستاذة إيمان نجلة أخصائية التأهيل التخاطب. شرفتونا النهاردة ونتمنى إن شاء الله إن صوتكم يوصل، وأنا متأكد إنه يوصل، خصوصا لما تكونوا بتساعدوا يعني أمس الناس واللي الرئيس بينشد بهم دايما، أم حالة الإعاقة وحالة التوحد واللي يعتبر مصيبة، مش هقول مشكلة، داخل كل بيت أما يلاقي ابنه بيعاني من التوحد أو يعاني من الإعاقة. عشان ما أخدش وقتكم عاوز أعرف من الأستاذ نبيل، إيه هو الكادر المهني داخل هيئة التأمين الصحي؟ كادر المهنة الطبية أمر بيه سيادة الرئيس إنه يزيد 75% من أول موضوع كورونا، فيروس كورونا المستجد في شهر مارس، وأمر إنه يكون في لكل الفريق الطبي. ففوجئنا ان احنا الاخصائيين النفسيين واخصائيين التخاطب مش موجودين في كادر المهن الطبيه.
ولقينا ان مهندسين الاجهزه الطبيه انضموا لكادر المهنه الطبيه، والكيميائيين انضموا لكادر المهنه الطبيه، والاخصائيين النفسيين واخصائيين التخاطب اللي بقى عندهم تلامس مع الحالات وعندهم قرب مسافات قريب جدا جدا مع الحالات وسبب عدوى مباشر، ده بالاسف لقينا نفسنا مستبعدين من كادر المهنه الطبيه. يعني وضح لي كده ايه يعني المهندسين داخل كادر المهنه الطبيه وانتوا لا؟ مش فاهم مهندسين ايه شغالين ايه؟ مهندسين المهنه الطبيه الاجهزه الطبيه اللي هو بيعمل صيانه لجهاز ضغط، لجهاز سكر، لجهاز معمل تحاليل، اي اجهزه طبيه. فهو بيتعامل مع الات، اما احنا بنتعامل مع البشر مع الحالات نفسها. ده دول دخلوا هيئه التامين. تمام، دخلوا كادر المهني. كادر المهني داخل هيئه التامين الصحي. فخامه الدكتور محمد ضاحي اشهر ان هم يدخلوا كادر المهني الطبي. ده السنه دي ولا بقى لها من شهر؟ حوالي شهر تقريبا. وانتوا وللاسف احنا ما ادرجناش في كادر المهني الطبي. ولائحه هيئه التامين الصحي بتقول كده؟ هي حاجه جديده. يعني بس كان توجيهات سياده الرئيس ان الفريق الطبي كله يدخل كادر المهنه الطبيه. ده فعلا. طب الاخصائيين ايه العقبات برضو؟ احنا عاوزين نعرف ايه عقبات الكادر المهني استاذه ولاء. حضرتك دلوقتي احنا كاخصائيين تخاطب بنعامل كفريق طبي في العمل. ولكن لما جه سياده الرئيس رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي حاب ان هو يكافئ الاطباء في ازمه كورونا ديت، زود العدوى بدل العدوى اللي كان 19 جنيه لكل، زوده للاطباء وفئات الفريق الطبي كلها. احنا استثنينا من هذا وتم معاملتنا كاداريين، يعني زي شؤون العاملين او زي السكرتارية او زي اي حد بيعمل عمل اداري، ليس عمل فني مع حالات وبيعالج حالات. اداري داخل هيئه التامين الصحي. تمام. طب ازاي بتعالجوا المرضى؟ احنا بنعالج المرضى وبنتعامل مع المرضى، وكل حسابات وكل يعني تعاملاتنا بتكون بتيجي تعليماتنا من الشؤون الطبيه بالهيئه العامه للتامين الصحي. يبقى انتوا كده فريق طبي مش فريق طبي اداري. فريق طبي كعمل ولكن كمحاسبه ماليه بنتعامل زي الاداري، وهو ده المشكله اللي احنا بنتكلم فيها، اللي احنا بنلتمس ان احنا نقابل سياده رئيس الهيئه الدكتور ضاحي، وحاولنا مرارا وتكرارا ولكن المكتب الفني بيرفض ان احنا نقابله، ولذلك احنا بنتمنى ان هو يسمعنا ويكون بيشوفنا. مش المكتب الفني اللي بتقول عليه ده؟ احنا لم طلبنا، هم بيرفضوا بيرفضوا يوصل. مش رفضوا، مش قبلوا. واحنا بنرسل فاكسات عشان نطالب ان احنا، لكن ما حدش تواصل معانا بخصوص ان احنا نقدر نقابله يعني. هي المشكله في ان احنا بقالنا 20 سنه بنشتغل في الهيئه في المراكز النفسيه ومراكز التاهيل التخاطبي، بس مع الاسف احنا صدر لنا مسمى وظيفي، لان المسمى الخاص باخصائي النفسي واخصائي التاهيل التخاطبي ما كانش متواجد على مجموعه نوعيه ثابته في التامين الصحي، لا. فاحنا لما تم تعييننا ادرجونا تحت مجموعه التنميه الاداريه والاعلام. التنميه الاداريه والاعلام. وابتدينا من سنه 2011 من التعيين بتاعنا احنا كده، قبل كده متعاقدين. انتوا بقالكم يعني 20 سنه. 20 سنه داخل هيئه التامين الصحي. تم التعاقد معانا على هذا العمل كاخصائيين تخاطب واخصائيين نفسيين، وتم ادراجنا في التعيين تحت مجموعه التنميه الاداريه والاعلام، الى ان تم استحداث المسمى عن طريق جهاز المركزي للتنظيم والاداره والتنميه الاداريه في الهيئه، وصدر قرار من الجهاز المركزي للتنظيم والاداره سنه 2015 بيستحدث مسمى اخصائي تاهيل تخاطبي اول وثاني وثالث، واخصائي نفسي اول وثاني وثالث تحت مجموعه خدمات اجتماعيه. وبالفعل تم اصدار قرار من رئيس الهيئه وقتها سنه 2015 بتطبيق هذا الاستحداث، بس مع الاسف تم على دفعه 2017 ولم ندرج احنا دفعه 2011 و2015 في تغيير المسمى. وابتدينا نقدم طلبات الكلام ده من سنه 2018 الى الان، وطلبوا انكم تدخلوا من 2018 بعد حوالي 4 سنين من صدور القرار اهو. بعد ما تعينت دفعه 2017 اكتشفنا ان 2017 هم 11 اخصائي فقط تم تغيير المسمى بالنسبه لهم، لكن 2015 و2018 ما تمش تغيير المسمى بالنسبه ليهم. وقدمنا طلبات، قالوا قدموا التنميه الاداريه في الهيئه، قالت قدموا طلبات. قدمنا طلبات بالفعل، والطلبات دي داخله على السنه الثالثه اهي، بقى لنا سنتين.
يطلبوا اوراق والجهاز بيطلب اوراق، وفي الاخر تم حفظ الطلبات بتاعتنا حتى ناخد مسمى وظيفتنا كمان. وقالوا ان الجهاز بيدرس، الجهاز بيدرس مش مدرجين تعال الجهاز، وقالوا الجهاز بيدرس طلباتنا. طب بيدرس طلباتنا ازاي وهو سنه 2015 اصدر قرار بالموافقه على استحداث المسمى، والهيئه فعلا اعطته للناس للاخصائيين اللي هم بيعملوا نفس عملنا. تمام، والهيئه فعلا التنميه الاداريه ارسلت للفروع بتاعتنا لمت الاوراق. الكلام ده من ثلاث من شهر 7. الاوراق اللي هي خاصه بمين؟ باوراق الاخصائيين اللي هم ال 155 اخصائي اللي قدموا على تغيير المسمى بتاعهم. تمام، وفعلا لمتهم من الفروع، ومفروض ان هم يكونوا راحوا للجهاز، وبعد كده جالنا قرار بحفظ الاوراق دي لان يعني الجهاز بيقوم بدراستها. يعني كده ما طلعتش من الهيئه اصلا، هما بيقولوا ان الجهاز طلعت من الهيئه وراحت الجهاز، والجهاز قال احنا بندرس اوراقهم، فبالتالي تم حفظه في الهيئه. حفظ الاوراق بتاعتنا في فروعنا وحفظ الطلب بتاعنا. معنى حفظ الطلب بتاعنا معنى كده ان خلاص يعني حقنا احنا 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 بنطالب يعني بحاجه، احنا بنطالب بحاجه مش من حقنا. انا لما اكون بشتغل انا وزميل في العياده، زميلي اخذ المسمى وهو اقل مني في الخبره. زميلك اللي هو ايه؟ اخصائي تخاطب زي 2017 بس اتعين في 2017. انا عينت 2001 فاللي تعين 2011، انا عينت 2011 وهو عين 2017، فاللي تعين في 2017 اصبح معاه مسمى اخصائي تاهيل تخاطبي، وانا اللي معينه من قبله اصبح مسماية الاعلام والتنميه الاداريه. بقوم بنفس العمل، بل انا اقدم منه اكثر خبره منه، وبالتالي انا بتعامل بنفس المعمل. بس هو ما عندهمش ميزه. مش ممكن يكون استغنى عنكم مثلا؟ لا لا لا، احنا بنقوم بنفس العمل. احنا حضرتك. العمل مستمر ومستمرين في اداء عملنا. وبعدين هم حتى ال11 اخصائي اللي اخذوا بالاضافه الى حوالي طلبات فرديه بقوا 18 اخصائي، هم مش مستفيدين بالمسمى لان عددهم قليل. فاحنا حتى مش عارفين نطالب بكادر المهنه الطبيه. انتوا مشكلتكم او الطلب بتاعكم الوحيد انكم تدخلوا تبع الكادر المهني. ليه حضرتك استاذ مصطفى دلوقتي انا في الكورونا احب يعني اقول لرئيس الهيئه موضوع مهم جدا. احنا اثناء الكورونا وفي عز ازمه الكورونا كان في قرار ان الام اللي تعول طفل اقل من 12 سنه تاخد اجازه استثنائيه. تمام، بس حضرتك استثنى ما عدا القطاع الطبي. استثنانا لا، احنا جوه القطاع الطبي الاداريين اخذوا الاستثناء. انتوا لا مش اداريين، انتوا اخصائيين مهنيين. انتوا فريق طبي وفريق طبي. اذا حضرتك انا عمل فريق طبي. احنا حضرتك ده اللي عايزين نقوله. احنا اداريين يعني زي ما استاذ امان بتقول، انا حابه اوضحها بهدوء اكتر. احنا دلوقتي في الازمه، احنا فريق طبي ما ينفعش نديكوا اجازه ونشتغل. تمام، حاضر. زمايلنا ثلاث ارباع زمايلنا اخذوا العدوى. طب استمع من الاستاذه ولا وارجع لك حالا. اتفضل حضرتك. اثناء الفتره ده هي حضرتك احنا طلبنا، طيب انا ابني عنده سنتين ونص عاوزه اجازه. لا، انت فريق طبي ما ينفعش تاخدي اجازه، انت تشتغلي في عياده ما ينفعش تاخدي اجازه، لكن الاداري حقه ياخد اجازه. طيب انا حضرتك انت بتعاملني انا ماليا اداري، طب في الشغل انا بتعاملني فني وبتعاملني فريق طبي، طب لما جيت تدي مميزات للفريق الطبي ليه اخدت مني انا الحق ده؟ ما انت جيت في يعني في الـ في الـ في المشاكل حطيتني وقلت لا انت دلوقتي ما ينفعش نستغنى عنك، انت فريق طبي. اذا انا بطالب بقى زي ما انت اديت الفريق الطبي مميز اسمه كادر مهن طبيه، انا بتمنى ان احنا كمان ندخل احنا وجميع اخصائي النفسي والتخاطب داخل هذا الكادر. والحاجه الثانيه يعني اللي فاهم من حضراتكم حاليا سعنا. اللي فاهم من حضراتكم ان في فئه منكم دخلت تبع الكادر المهني؟ لا لا لا، الفئه دي حتى ما قدرتش تخش. الفئه دي فئه قليله، فبالتالي هي هتطالب ازاي؟ لو طالبت وخدته فاحنا هنطالب زيها، ده المنطقي. ده بقالهم كام سنه دول؟ من 2017 حضرتك واخدين المسمى. تمام، بس ما يقدروش لانهم 18 اخصائي. احنا 350 اخصائي، منهم 155 بيطالبوا بالكادر، والتانيين والباقيين هم اساسا ما يعرفوش، مع ان المفروض ان التنميه الهيئه تخاطبهم وتغير مسماهم اللي هم بيشتغلوه. تمام، ده الوضع الطبيعي. احنا بقالنا بنعاني سنين في الوضع دوت. قالوا لنا قدموا، قدمنا، وبعدين تم حفظ طلباتنا بعد سنتين بحجه ان الجهاز بيدرس اوراقنا. طب ما في قرار من الجهاز من 2015 بيقول اوكي موافقين عليه. تمام، الجهاز المركزي لتنظيم الاداره اللي بيدي تغيير المجموعه واستحداث المسمى اصدر قرار. التنميه الاداريه تقول لك لا، الجهاز بيدرس. طب الجهاز بيدرس ازاي بقى؟
طب دور الهيئة فيها ايه؟ ما احنا بعتنا مرارا وتكرارا للهيئة. وضح لنا كده يعني. بس حضرتك احنا القرارات دي مؤكدة وتم اصدارها، وده كان سنة قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كان رقم 313 ل 2015، وأصدره الأستاذة فوزية حنفي حسن في 25، دي كانت رئيسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وصدر سنة 25/11/2015 باستحداث الوظائف أخصائي تأهيل تخاطبي أول تاني تالت، أخصائي نفسي أول تاني تالت، على المجموعة النوعية اللي هي خدمات اجتماعية. وبعدها أصدر قرار من رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي دكتور علي السيد حجازي 16/2/2015، قرار ب 908/2015 باستحداث هذا المسمى بناء على قرار الجهاز. طب الكلام واضح اهو يعني إيه؟ تمام. العقبه هنا داخل التامين، هي التامين. العقبه في التنظيم والاداره للتامين اللي بيجمعوا ورقنا ويبعتوا لي الجهاز، والجهاز بيقول لي الورق ناقص. طب الورق ناقص ليه؟ سنتين بيجمعوا الاوراق، وان القرار اصلا تم اصداره من 2015 واتطبق بالفعل. طيب ليه سنتين بتجمعوا في اوراقنا؟ في نص القرار هذا القرار يلغي ما قبله، يلغي ما ده نص القرار بيقول كده. ما يكونش في حد تنميع اداري واعلام، يبقى كله خدمات اجتماعيه. ده القرار اللي هو اصدر في 2015. نفاجئ ان في فرع القاهره اتقدم لهم قرار في 15/9/2020 بان بناء على الاوراق اللي انتوا قدمتوها بطلب استحداث المسمى، الجهاز قرر ان هو يدرس الاوراق وكده تم حفظ طلبكم. تم حفظ طلبكم بالهيئه بعد يعني معاناه 5 سنين وسنتين الورق رايح يعني ما بين ممكن التنميه الاداريه والجهاز. في الورق تاني؟ لا هما كده حضرتك بيقولوا معنى الحفظ ده يعني خلاص يعني اتلغى. انتوا مش من حقكم. لا خلاص هو مش الورق اللي وصل له خلاص معلش حضرتك هو كده ما بيقولش ما بيقولش انت من حقك ولا انت مش من حقك اتحفظ يعني خلاص. الرد اللي جالنا لما جينا نبص الموضوع ده يعني وقفنا الاتخاذ. هو انتوا دوركم ايه داخل الهيئه التانيه؟ دورنا يا فندم الاخصائي النفسي المفروض ان هو ليه بنطالب بيه بكادر المهنه الطبيه؟ لان احنا بنعمل الاخصائي النفسي بيعمل اختبارات ذكاء ضمن او عضو في لجنه زرع القوقعه وضمن عضو في لجنه هرمون النمو. طب الطبيب فين مهنته هنا؟ الطبيب مش بيعمل اختبار ذكاء، ما بيعملش حاجه. الطبيب ملوش دور، بيحاول يحلل الهرمونات، بيشوف غدد الهرمونات، زراعه القوقعه، بيشوف تحليل الهرمونات، بيشوف الاشعه على العظم العظام، بيحاولوا اختبار ذكاء عشان لو طلع درجته اقل من 75 درجه مش هياخد علاج الهرمونات. ده بالنسبه للطبيب الاخصائي النفسي والعصبي، الطبيب اللي هو النفسيه والعصبيه اللي بيحول الحالات لعمل المقاييس والاختبارات عشان التشخيص. هو اللي مش بالنسبه لطبيب التخاطب، طبيب التخاطب غير متواجد في الهيئه لانه عددهم قليل جدا وبيعتمدوا على التعاقدات من وزاره الصحه او من المستشفيات الجامعيه، بيتم التعاقد في مراكز زراعه القوقعه. بس احنا مراكزنا ما فيهاش اطباء تخاطب، احنا اللي بنقوم بكل الاعمال بقى. انتوا بتقولوا كم واحد داخل هيئه التامين؟ 350 اخصائي على مستوى الجمهوريه. تمام. وبتطلبوا الاطباء بقى عددهم يتعدى على ايد الاصابع الواحده. حضرتك يعني ممكن نقول فرع القاهره في طبيب واحد تخاطب وفي الغالب بيبقى في زراعه القوقعه وبيكون عقود يعني عقدي بيجي يومين. يعني انتوا اللي شايلين هيئه التامين؟ احنا شايلين التخاطب والحلق كله طبعا. حالات زراعه الاخصائي هو التاهيل التخاطبي. طب اسمع من السيد نبيل، زراعه القوقعه في حالات زراعه القوقعه في بروتوكول زراعه القوقعه مطلوب ليه اختبار ذكاء واختبار لغه و24 جلسه تخاطب لو كان عدى سنتين، مطلوب له اشعه مقطعيه، مطلوب له رسم مخ، مطلوب له اشعه مقطعيه على الفص على الاذن الداخليه ورنين مغناطيسي. فاحنا كده بنكون جزء من اللجنه بتاعه زرع القوقعه، وفي هرمون النمو احنا جزء من لجنه هرمون النمو اكيد. في زرع القوقعه لو الاختبار الذكاء طلع اقل من 75 درجه على 85 درجه اسف على اختبار ستانفورد بني ما بيزرعش القوقعه. ده انت اللي بتقول الكلام ده ولا الطبيب؟ انا اللي بقول الكلام ده في التقرير بتاعي. انت اللي بتشخص الكلام ده؟ اخصائي نفسي بعد اختبار الذكاء. حضرتك خريج ايه؟ اداب علم نفس. وانت اللي بتشخص نعمل اختبار الذكاء من السور الرابع المعدل اعلى من سنتين واقل من سنتين من كلاس فاينلاند للسلوك التوافقي. يعني مش ممكن نستغنى عنكم داخل هيئه التامين؟ والله التامين اصلا قايم على لو قلنا كده طلعنا احنا مش هنستغنى عنهم حتى لو عايزين نستغنى. احنا بنشتغل في العمل بقالنا 20 سنه فبالتالي احنا تم تاهيلنا وتدريبنا واحنا بنحب جدا عملنا ومش ممكن نستغنى عن عملنا طبعا. قرأت مؤخرا يعني دوركم
شائق جدا داخل هيئه التامين الصحي طبعا. ممكن حضرتك لو جات لك حاله المريض. واحده توحد حاله واحده توحد بكميه الصراخ والصوات والفرط الحركه والعدوانيه اللي عنده بتفضلوا معاهم طبعا لازم نعمل له تعديل سلوك او نعمل له مقياس كارز بتاع قياس التوحد او طفل تاني فرط حركه بنعمل له مقياس اسمه كونرز لفرط الحركه. الحاله بتاخد منكم سنين 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 الحاله الواحده يعني زراعه القوقعه مثلا جلساتها اجباريه بيكتب ولي الامر اقرار على نفسه ان الطفل بعد زرع القوقعه بيقوم بسنتين لعمل جلسات زراعه القوقعه. لو الطفل ما قامش بعمل زراعه القوقعه دي وجلسات زراعه القوقعه ما بعد الزرع الجهاز مجرد حته حديده مش هينطق. زي ما انا قلت في الحلقه اللي قبل كده حضرتك ان التخاطب لو مفيش تخاطب بعد ما انا عملت عمليه زراعه قوقعه بتتكلف 160 الف على الهيئه. لو انا ما عملتلوش تخاطب ومع اخصائي تاهيل تخاطبي كويس تكلف 160 الف ايه 160 الف جنيه 200 او 160 مين اللي بيشيلهم يعني التامين طبعا التامين الصحي ده انتوا كده على مرتباتكم عاليه بقى لا احنا ما بناخدش حاجه احنا من عمل اداريين حضرتك دي حضرتك تامين طلاب وتامين مواليد الدوله هي اللي بتدفع الفلوس للطفل وبتصرف على الطفل الطفل ما بيدفعش جنيه هو الاول الجلسات بتكون عندنا في التامين مجانيه ما بيدفعوش فيها جنيه حضرتك التامين هو اللي بيشيل التكلفه بالكامل شويه ده بره كده خاصه ولا حاجه انتوا تصبحوا لا احنا حضرتك 160 الف في الحاله الواحده ما نقدرش ده عمليه انا بتكلم على العمليه مش على التخاطب يا مصطفى يعني فاهم مصطفى 160 الف ده ثمن الجهاز والعمليه واجراء العمليه كل ما مش التخاطب خاص التامين بيشيله عن المريض واهل المريض اهل الطفل ده ما يقدروش يدفعوا المبلغ ده في الاول التامين بس كان بيشيل 90 الف دلوقتي التامين ما بيقدرش كان في المستشفيات الجامعيه بتعمل الجمعيات الخيريه بتعمل لكن التامين وفر الخدمه دي لجميع الاطفال اللي هم اقل من الست سنوات تمام فمن حق الطفل اقل من ست سنوات من عمر سنه لعمر ست سنوات لو وصل ست سنين ما خلاص ما يقدرش يعمل الزرع لانه هو فاقد للغه التأمين هو اللي بيشيل كافة يعني الإجراءات بتاعت وصل لست سنين ما يعرفش لا لا عشان بيبقى كده فاقد اللغة يبقى كده بيتكلم تاني في حالة واحدة لا تاني كده لا في حالة بيكون عنده لغة بقى يعني كان بيسمع وتكون عنده لغة فبالتالي يبقى البوست لانجوج اللي هو ما بعد فقد السمع يعني هو فقد السمع في سن أربع سنين خمس سنين وابتدى عنده لغة فاحنا بنعمل له بنعمل له تقرير الأول تقرير إنه عنده لغة فبالتالي القوقعة هيستفيد من خلالها تمام لكن الطفل لو فقد السمع بالميلاد فبالتالي ما عندوش لغة ولازم عشان الخمس سنين الأوائل من عمره هو ده اللي يكتسب فيها اللغة لو ما اكتسبهاش سماعه للأصوات ملوش أي معنى مش هيعرف الأصوات اللغوية هيحس بالصوت وكل حاجة لكن مش هيفهم اللغة بتاعتك الكلام بتاعك مش هيفهمه فبالتالي لازم يكون في عمر أقل من كده أقل من الست سنوات عشان يقدر يستفيد من زراعة القوقعة تمام الدولة وفرت ده من خلال تأمين الأطفال المواليد اللي هم ما قبل سن المدرسة وبعد سن المدرسة لو عنده لغة تمام من خلال بطاقته التأمينية بيقوم بعمل كل الفحوصات الفحوصات دي بتبقى على حساب التأمين كمان فحوصات كتيرة جدا بيعملها الطفل من ضمنها 24 جلسة تخاطب ما قبل الزرع عشان يحدد إذا كان يزرع أو ما يزرعش وبعدين احنا بقى لما بيزرع طبعا طبيب انف واذن وشركه بتجيب الجهاز والتامين بيتعاقد مع كل ده وعاملين مستشفى بهتيم فيها يعني مركز كبير مش مستشفى بهتيم بس مراكز زراعه القوقعه مراكز منتشره في في في, في الهيئه على الهيئة الفروع المصرحه بيهم جدا طب يعني انتم مش طالبين كتير برضو يعني انتم احنا طالبين طالبين حاجه بسيطه جدا احنا طالبين ان احنا نتعامل باسمنا اللي احنا بنشتغل بيه كادر يعني اصلا مهنه طبيه كادر المهنه الطبيه مهنتنا مهنه طبيه بدليل احنا اخصائي نفسي واخصائي تخاطب هيقول لك ما انت مش زي الطبيب في اخصائي نفسي لا ما هو حضرتك الكيميائي مش طبيب في لجنه زرع قوقعة المهندس مش طبيب الممرضه مش طبيب الممرضه مش طبيبه الاخصائي البصري مش طبيب فني المعمل مش طبيب كل دول خدوا الكادر طب عملتوا الدبلومات اللي تؤهلكم انكم تدخلوا الكادر المهني معانا ناس معاها ماجستير ودكتوراه حضرتك احنا بقالنا 20 سنه ايمان ماجستير وحضرتك الكادر المهني الطبيه بيشترط ان الطبيب بيكون معاه ماجستير ودكتوراه بنقولوا درجه عاليه ممكن لا 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 حضرتك الكادر ده حضرتك اعطاك طبيعه العمل
السنوية. القرار كادر حضرتك، ما تقوليش واحد من الخرج من الكلية، هوضح لحضرتك كادر المهنة الطبية تم إصداره من دكتور ضحي، وإحنا بنوجه له ألف شكر إن هو أسرع، مجرد ما سيادة الرئيس أصدر إن في كادر مهن طبية ويزيد. بالفعل الدكتور ضحي كرئيس للهيئة نشكره أصدر قرار بالفئات المستحقة للمهن الطبية. هم مين مستحقين للمهن الطبية حسب قرار الدكتور ضحي؟ الأطباء بكل التخصصات بتاعتهم، ومتحطت المبالغ بتاع الكادر اللي بيصرفها الأطباء من طبيب بشري لطبيب أسنان لصيدلي لكل أنواع الأطباء. وبعد كده بيجي التمريض العالي والفني، وبيجي بعد كده الكيميائيين، وبعدين بيجي كده أخصائيين المعمل، أخصائيين البصريات، وبعدين في الآخر تم إدراج الكيميائيين ومهندسي الآلات الطبية. تمام. إحنا بالنسبة لنا بقى تم معاملتنا كالاكاديميين كالاداريين. إداري. ازاي اداريين؟ ان هو حط حاجه اسمها بدل مخاطر طبي، بدل مخاطر او بدل نقدي. بدل نقدي يعني ايه؟ ده بياخده الاداري والعمل. تمام. وحطه حسب المؤهل، مش حطه حسب العمل. قال المؤهل العالي مبلغ كذا، يعني انتوا بتطلبوا دلوقتي على حسب عملكم. احنا مش اداريين، فبالتالي ليه بتعاملنا؟ انا مش قاعد على مكتب حضرتك، انا بتعامل مع حالي. وحتى ما حددش مهنتي. بتتعاملوا مع المرضى. لا، هو ما حددش مهنتي، هو حدد المؤهل بتاعي. مؤهلك العالي هتاخدي كذا، مؤهلك المتوسط، طبعا احنا ما عندناش مؤهلات متوسطه، او وحاطيني حتى مع العمال واللي بلا مؤهل كذا. طب ليه انت، ليه حضرتك ما صنفتنيش فئه مهنيه اللي انا بقوم بيها مثلا؟ احنا بنعامل زي ما قلت لحضرتك ماليا بنعامل كالاداريين، عمليا وفنيا احنا بنشتغل. ممكن ارجع لسيدنا بيه واجيبكم تاني على طول. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه صغيره. اتفضلي. في الحته دي بس، انا طبيعه عملي كاخصائي تخاطب او كاخصائي نفسي، هل هي اداريه؟ هل طبيعه عملنا اللي احنا شرحناها في الحلقه اللي فاتت لو حضرتك تتخيل انها حاجه اداريه، ولا دي حاجه زي الفريق الطبي؟ يعني انا بقعد مع الطفل تلت ساعه وشي في وشه، اجي اقول له افتح بقك واشوف اللسان واشوف كل حاجه، وابتدي اقول له اعمل حركات معينه علشان نطلع حرف واحد. هو تنتقم من المرضى بسبب؟ لا 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 لا، انا بشرح لحضرتك طبيعه عملنا. احنا بنتعامل مع فئات خاصه. بالعكس، فئات الخاصه دي فئات لا بتقدر تقول اللي اتعمل لها ايه او ما اتعمل لهاش ايه. احنا بنتعامل معاهم ده ثواب عند ربنا. لا، بنتعامل معاهم. لا يا استاذ مصطفى، لا انا بشرح لحضرتك طبيعه العمل علشان المشاهد او اللي مش عارف يعني اخصائي تخاطب بيطلب المهنه. مش هنتصاب بكورونا. احنا 3 ارباع زمايلنا تم اصابتهم بكورونا، اخرهم الاستاذه ايمان دعميش تم اصابتها بكورونا وكمان اتخصم منها فلوس. ما اخدتش اجازه كورونا مرضي زي الاطباء اجازه مرضي مدفوعه الاجر، بل بالعكس اتخصم منها 900 جنيه من راتبها وهي اصيبت في العمل، لان هم رفضوا يدونا اجازات. مفيش اي تعويض ليها. وهي مريضه بقى كمان. هي اصلا مريضه، وخدت اجازه على كده ولا لا؟ حضرتك هي لما جالها كورونا خدت اجازه، بس بس التامين الصحي خصم من مرتبها الاجازه. حضرتك استدعوها عشان حالات زراعه القوقعه، ولازم تبتدي عاملك معناها خصم من من راتبها بتاعها الاجازه اللي هي بتاعت كورونا، وده حقها انها لما تاخد اجازه عضوى كورونا كده تاخد تعويض مش خصم. والكورونا جت لها اثناء العمل. اثناء العمل ليه حضرتك؟ هي لما بتشتغلش هي هتجيلها كورونا، لان هي حضرتك اصلا مريضه حساسيه صدريه ورب، وطلبت اجازه استثنائيه رفضوا بحجه انت فريق طبي وحالات زراعه القوقعه محتاجينك وما نقدرش نديكي اجازه. معترفين بس في الماليه بقى حضرتك ساعه العمل نحن من الفريق الطبي. مرتبكم كام يا استاذ؟ 3400 تقريبا بعد 20 سنه. لسه تبع الكادر المهني. لا، وحضرتك اللي بياخد ماجستير ودكتوراه بياخد 500 جنيه. 100 جنيه. هرجع لك. حاضر. والاحترام والتقدير لينا ان هو نكون مهن طبيه، لان شغلنا كله طبي. يعني بنأهل، بنشخص الاول باختبارات، ونأهل ونعالج، بنعالج خطط علاج سلوكي وعلاج معرفي وعلاج تخاطبي. فاللي بيعالج ده بيكون ازاي اداري؟ لا، فريق طب طبعا. يعني مرتبكم 3400 بعد 20 سنه حضرتك؟ لا، انا لسه ما وصلتش الرقم ده. بعد 20 سنه؟ طب لو واحد لسه مشترك في صندوق الزماله هيبقى 3100 تقريبا. ده بنحافظ على حضرتك يا استاذ مصطفى، مش كل الناس كده. لا يا زيد، وارجع لكم تاني عشان ضرايب. ده الاجمالي يا فندم، ده الاجمالي يا فندم، اجمالي كل حاجه. مش كل الناس ذكي. هو كبير بقى. في صندوق الزماله، لو مشترك في صندوق الزماله هيبقى اقل من كده طبعا. مميزات الكادر المهني هتكون ايه؟ التقدير المعنوي اولا، مش الفلوس.
تدريب معنوي ان شغلتي شغله مهنيه طبيه في الفريق الطبي، لان الاخصائي النفسي مع الطبيب النفسي كده مهنه طبيه، اخصائي التخاطب ليه لو مع طبيب التخاطب برضه مهنه طبيه. حاليا مكتوب في بطاقه حضرتك الشخصيه ايه؟ اخصائي نفسي. ولو بعد الكادر المهني؟ اخصائي نفسي. مش هيتغير مهنتي؟ رؤسائي تقديرهم لنا. اه طبعا التقدير المعنوي حتى لو مفيش زياده، انتوا مش عايزين، حتى لو مفيش زياده مش عايزين فلوس. حتى القرارات اللي بتصدر من الهيئه عايزين لكم قيمه بس ده غير هيئه تانية. بس احنا لينا قيمه طبعا، بس هو حضرتك القرارات بتاعه الهيئه لما يتم اصدارها تزعل جدا ان يتم ذكر مسمى كل وظيفه ما عدا اخصائي النفسي واخصائي التاهيل التخاطب. احنا هوا مش موجودين، احنا مش موجودين يعني ساعه القرارات، احنا غير متواجدين في القرارات. ساعه العمل احنا متواجدين في الاول العمل على قائمه العمل، ممنوع اجازات، ممنوع احنا على راس العمل. اسمع الاستاذ ولا اتفضلك، يعني عايز حضرتك احنا طبيعه عملنا فنيه، فاحنا مش بنطلب اكتر من حقنا في اننا على الاقل زي ما انت اديت التمريض حقه، وهو دبلوم تمريض حضرتك بتتكلم يعني في حته الشهادات، واخدوا حقهم. ليه احنا واحنا في منا اللي معاه ماجستير ومعاه دكتوراه، حتى اللي اخد ماجستير ودكتوراه الهيئه كنت اتمنى انها تكرم الناس اللي كافحت واشتغلت على نفسها وتعلمت واخدت ماجستير واخدت دكتوراه اثناء شغلنا. بدل حافز مفيش تميز احنا اللي بياخد الماجستير حافز بدل حافز تميز 100 جنيه، اللي بياخد الدكتوراه بدل حافز تميز 200 جنيه. بل لما نيجي بقى احنا نقول دلوقتي يعني في كادر ما يكفناش لا مش قصدي احنا ما صرفناش على الماجستير والدكتوراه 100 جنيه، ده دي حاجه. الحاجه الثانيه ان بنقول لحضرتك ان احنا بناخد حافز تميز، معنى ايه؟ احنا متميزين تمام؟ اكيد. طب المتميز ده يتم ذكره في قرارات الهيئه ولا يغفل ذكره من قرارات الهيئه؟ اكيد احنا يتم ذكرنا بما اننا ناس متميزه. وجداره كمان. نتمنى. ايه يا استاذ نبيل؟ نقطه مهمه معلش، دلوقتي مشروع الدمج التعليمي كله قايم على اخصائيين نفسيين في التامين الصحي. مشروع الدمج الدمج التعليمي الدراسي وزاره التربيه والتعليم والعقل البسيط وصعوبات التعلم وهكذا. سمحت ان حضرتك بعد بالمناسبه ديت عامل مبادره. ايوه فهمت. يعني يا ريت تكلمنا عنها كده. انا بناشد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. لا كلمنا عنها الاول قبل المناسبه. حاضر. هي ايه اصلا مبادره ايه حضرتك؟ ان احنا هندرب انا وزملائي في التامين الصحي، هكون باسمنا ان شاء الله، ندرب الناس الخريجين من كليات العلوم الاعاقه واداب النفس وتربيه علم النفس وتربيه طفوله، هندربهم يكونوا مؤهلين يكونوا اخصائيين تاهيل تخاطبي واخصائيين نفسيين، ونعمل مراكز نفسيه وتخاطب داخل الوحدات الصحيه او المدارس او مدارس الفصل الواحد او مراكز الشباب ان وجدت، كل بلد كل قريه كل حي كل نجم. لا مفيش حضرتك تكلفه جنيه للدوله. بالعكس هندخل من كل حاله 5 جنيه تقريبا، الحالة تدفع حوالي 25 جنيه، اللي هيتدرب ويكون اخصائي تاهيل تخاطبي او نفسي هياخد 20 جنيه من الحالة، و5 جنيه هتروح للمدرسة اللي هتعمل في الفصل فيها او الوحدة الصحية اللي هتعمل فيها او مركز الشباب اللي هتعمل فيه مهما كان هو ايه. عاوزين اماكن تتوفر ليكم. كده كده الاماكن موجودة. مدارس موجودة. ما انتوا عاوزين الوحدات الصحية موجودة. تعتمد. تحت رعاية الدولة. تعتمد ويكون مشروع قومي للصحة النفسية في مصر. ومش هتخسروا الدولة حاجة. بالعكس هندخل لهم من كل حالة 5 جنيه. هتكون اقتصاد بيهم يعني. وهنفيد الأخصائيين الخريجين أو الخريجين المؤهلين يعني بعد ما ندربهم ونأهلهم يشتغلوا وياخدوا كده زي رخصة مزاولة مهنة أو زي إنه يشتغل. مين؟ ما يسافرش إلا بعد سنة. خريج آداب علم نفس. تشغلون معاكم؟ تربية علم نفس. أو مش معانا، دي مبادرة هتبقى على مستوى مصر كلها. في كل محافظة في كل. طبعا مستمرة. مستمر ومش هتكلف الدوله حاجه. بالعكس هو هيجي له دخل حتى هي موجود. حتى لو المبادره دي اتعملت من خلال هيئه التامين الصحي هتبقى مبادره منظمه جدا، لان الهيئه نفسها عامله المراكز دي متواجده فعلا، وفي عجز كبير جدا في الاخصائيين تاهيل التخاطب الاخصائيين النفسيين عددنا قليل جدا على حوالي 30 مركز في جميع المحافظات. المفروض الدكتور محمد ضحي يكون معانا مداخله بس مش عارف ايه التاخير ده. والله احنا نتمنى دكتور ضاحي يتبنى هذه المبادره، لان هي فعلا لو اتعملت من خلال التامين الصحي هتبقى مبادره هايله جدا، وهتسد العجز عجز الاخصائيين المتواجدين، وهيقوم الاخصائيين اللي هم القدامى اللي بقالهم 20 سنه ماسكين المراكز وهم عددهم قليل بتدريب كوادر جديده داخل هيئه التامين الصحي، ويتم التعاقد معاها من خلال هيئه التامين الصحي لخدمه الفئات الخاصه. بصراحه انتوا ناس محترمين. تسلم يا فندم.
اما تعالجوا مرضى يعني تقترحوا افكار زي ديت المبادرات طبعا يعني لكم كل التحيه والتقدير. احنا بنحب شغلنا يا استاذ مصطفى. احنا بنحب شغلنا واحنا بالفعل عندنا في الهيئه اداره التدريب بنحب الحالات اللي بتجيلنا. اداره التدريب هايله جدا. مش عايزين اكتر من اداره التدريب في الهيئه بتدربنا احنا شخصيا على مدار ال 20 سنه بكفاءه جدا، واداره التدريب دي اداره هايله جدا، هي اللي كانت بتوفر لينا التدريب من خلال الاطباء، من خلال الاستشاريين، من خلال مراكز متخصصه بتقوم بتدريبنا بشكل عملي داخل المراكز دي. فبالتالي الشيء اللي قدمه لنا اداره التدريب نقدر احنا نقدمه من خلال برضو اداره التدريب، اللي ممكن تتم عمل تعاقدات جديده مع الخريجين الجداد ونقوم احنا بتدريبهم، والخبره اللي احنا خدناها من الهيئه نديها لهم. وده مش هيكلف الهيئه حاجه، واحنا طبعا مش عايزين اي مقابل مادي من الهيئه. المبادره ديت لا والله احنا مش عارفين نقابله ونقول له مشاكلنا. احنا دلوقتي بننتهز فرصه وجودنا في البرنامج لتقديم المبادره دي. من الافضل كمان تكون اشمل لكل قريه في مصر، مش بس مراكز التامين الصحي اللي هي تقريبا في مراكز الجمهوريات. عايزينها كمان توصل للقرى والنجوع والاماكن الناس اللي ملهاش حد يذكرها. مش طالبين اي حاجه خالص. يعني انتوا كل مش هنخسر الدوله حاجه، الناس عماله تبتكر افكار ومفيش اي خساره. والله احنا نتمنى كل خبره معانا المناقشه بسيطه بس ويسمعنا ان هم يكونوا تبع الكادر المهني داخل هيئه التامين الصحي، مش مادي ده معنوي بس، تقدير داخل هيئه التامين الصحي. اما تعالج حاله زي حاله التوحد ديت او اهلها او صحاب الحاله يقعدوا معاه اكيد هيحزنوا عليها جديد، ما بالكم الناس ديت بتقعد معاهم بالسنين عشان الحاله ترجع لاصلها تاني. بشكركم تاني شكرا ولكم كل التحيه والتقدير. وعاوز اعرف من حضرتك برضو استاذ نبيل، لو المبادره ديت تم الاستجابه ليها هل سيتم التنفيذ في الفور؟ طبعا. من ناحيه ايه؟ مش عايزين اكتر من 3 شهور. هتعمل ايه؟ ادرب فيهم كل الخريجين، انا هدرب في محافظتي وغيري في محافظته، الزملاء هنتفق كل محافظه هيكون فيها واحد او اثنين، واحد نفسي واحد تخاطب، وندرب الكوادر اللي طالعه دي. وكده كده الاماكن موجوده، سواء واحده صحيه، سواء حتى لو كان داخل مدارس او داخل اداره شباب ورياضه وحاجات زي كده، او في المراكز الشباب، او في اي مكان موجود في القريه تبع الحكومه. ممكن نحاول الاتصال بالدكتور محمد ضحي تاني لو يعني سمحت. يكون التربيه والتعليم مش بيرد. دكتور محمد ضحي مش بيرد عشان مش عاوز يسمع المناشدة بتاعتنا. تمام. والله احنا كل اللي احنا طالبينه لو شاف الحلقة ده يعني على الهواء او في اليوتيوب انه يسمح لنا. لو عمل معانا مداخلة ولو 5 دقايق. للأسف يعني ما فيش حد بينظر للناس دي، نرجو منه ان ينظر لهم. مش بعين مادية، الناس بيطلبوا حاجة معنوية، حاجة يفتخروا بيها بعد كده. كمل يا سيدنا. المبادرة موجودة على مستوى الجمهورية كله، في كل البلاد، في كل الأحياء، في كل القرى والنجوع، الأماكن ما فيش حد بيوصل لها. لو التأمين الصحي موجود في مكان زي إمبابة، زي الجيزة، في أماكن تانية ما فيش، في القرى ما فيش. فأنا عايز أوصل الخدمة لكل الناس. مشروع قومي للصحة النفسية، يعني الخدمة النفسية وخدمة التخاطب. عشان نحول الإعاقات اللي موجودة في أولادنا بطاقة. وزي ما كانت رؤية مصر 2030 باستمرار الاهتمام والاستثمار في الإنسان المصري وصحة الإنسان المصري، احنا بقى بنستثمر في الطفل المصري اللي هو مستقبل مصر. أكيد يعني أكيد حياتكم كلها تبع يعني أنا قلت تعتبر مصيبة. يا أستاذ مصطفى احنا كنا حضرتك تواصلت مع دكتور ضاحي. انت وصلت مع الدكتور ضاحي أكثر من مرة ان هو يتواصل معانا، وقلت لحضرتك ان هو وافق انه يعمل لنا مداخله تليفونيه. وافق واتصلت بيه كذا مره، واتصلت بالدكتور خالد مجاهد ووافق، بس مش عارف ايه العقبه صراحه. واحنا اخذنا الميعاد في الوقت دوت علشان مناسب لمواعيد الدكتور ضاحي. اكيد الدكتور ضاحي بيسمحنا دلوقتي، ويعني مش عارف ايه المشكله بصراحه. احنا بس بنناقش الدكتور ضاحي ان احنا نتمنى ان سيادته يقابلنا في مكتبه. احنا بعتنا فاكسات كتيره جدا لسياده الدكتور ضاحي، وطلبنا ان احنا نقابله بخصوص ليه طلبات المسمى الوظيفي تم حفظها، ليه احنا ما تمش ادراجنا في كادر المهن الطبيه،
ونعرض عليه كل القرارات اللي تثبت حقنا في اللي احنا بنطالب بيه من خلال وصف الوظيفي اللي عملنا والمدرج في الهيئه. الوصف الوظيفي ده جاي من وزاره الصحه ومعاهد التعليق ومعهد سمع والكلام، وده الوصف الوظيفي دوت بناء عليه، وبناء عليه بطاقه الوصف الوظيفي اللي احنا بنتكلم عنها دي اللي بتقول الوصف التاهيلي وتخاطبي للمجموعه النوعيه الخاصه بينا، دي صادره من الهيئه العامه للمستشفيات والمعاهد التعليميه والامانه العامه لاداره التنظيم والاداره، ومعتمده من الامين يعني العام للهيئه. يعني كل الاستاذ دكتور حسن كلها معتمده وما فيش اي عقبه فيها. تمام. خلينا نختم كده مع القرارات دي موجوده. استاذه ولاء، عاوز اعرف دور طبيب التخاطب داخل هيئه التامين الصحي. تمام. حضرتك دور طبيب التخاطب، احنا الاول احب اقول ان الاطباء التخاطب قليلين جدا في التامين الصحي على مستوى الجمهوريه، ممكن كل فرع يكون فيه طبيب واحد بس، وممكن يكون متعاقد يوم او يومين، يعني في فروع ما فيهاش خالص وفي فروع فيها واحد او اثنين. بيتم التعامل معاه على اساس هو بيشوف الحالات المهمه جدا اللي هي زي ايه، استئصال حنجري في مستشفى مدينه نصر مثلا على سبيل المثال هنا، حاله كبيره او صغيره عمل استئصال حنجري، ده لازم يشوفه طبيب التخاطب الاول وبعدين يحوله لي. مين بيدرب بقى الحاله اللي عملت استئصال حنجري؟ الاخصائي التاهيل التخاطبي بيقعد معاه ويدربه ويعرفه الجهاز يستعمل ازاي، ويعرفوا ازاي الجلسه تتم، وازاي يطلع صوت من الجهاز، وازاي يتكلم، وده باستمرار. وهذا اكتر يعني جلسات صعوبه وتعرض لعدوى، ومن يعني ممكن نقول 90% للاخصائيين و10% للاطباء. الطبيب هو شويه، الطبيب هو دوره حضرتك انه لو شاف الحاله 5 دقائق. احنا نتمنى ينتشر الاطباء في كل مراكز التاهيل التخاطبي والمراكز النفسيه، بس مع الاسف هم عددهم قليل جدا ومش موجودين ولا معينين في التامين الصحي. هم معينين في وزاره الصحه وبيتم التعاقد معاهم، عشان كده عددهم قليل. ولما بيتعاقدوا معاهم بيتعاقدوا معاهم في مراكز زراعه القوقعه، وبيبقى بالساعات الطبيب بالساعه. فبالتالي احنا نتمنى نستفيد من وجودهم، لانهم هيتم عمل التشخيص من خلالهم وبيتم التدريب من خلالنا. طيب بس خلينا بس عايز اقول كلمه صغيره في الحته دي قبل ما ننزل. حضرتك الكادر لما جه قال كل الاطباء في الهيئه هتاخد الكادر المهني الطبي، حتى الاطباء اللي في الادارات واللي في رئاسه الهيئه واللي في الفروع هم في اداره الفروع واللي هم واللي بيعملوا عمل اداري، رغم ان هم ما بيقابلوش حاله واحده وما بيكشفوش على حاله واحده. اما انا كاخصائي تخاطب كاخصائي نفسي، وبتكلم انا هنا باسم جميع اخصائيين التخاطب في التامين، بقعد مع الحاله وبعالجها وبتعرض للعدوى. عرفنا ان حضراتكم يعني لكم دور استثنى دور تماما كبير، واحنا بنقول اهو من نجده اخيره لسياده الرئيس، مش هقول للدكتور محمد ضاحي، لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، احنا عايزين اي حد يدخل اخصائي التخاطب والنفسي داخل الكادر المهني، وأن يكون لهم حقية معنوية مش مادية وسط أو داخل هيئة التأمين الصحي. مناجدة بسيطة أظن ما فيهاش أي تكلفة عشان الناس ديت تدخل، عشان الناس ديت معنوياتها ترتفع من جديد، عشان بيعالجوا أبناء الوطن اللي الرئيس بيناشد بيهم في كل حفلة وكل مؤتمر بيعمله. أتمنى ذلك. بختم حلقتي بكلمة شكر وتقدير للمرة المليون لهؤلاء الفئه، وان شاء الله المناجده بتاعتهم يستجيب لها من قبل المسؤولين. بشكركم شكرا جزيلا، نورتوني وشرفتوني النهارده، وان شاء الله نسمع اخبار كويسه خلال الفترات القادمه باذن الله. ممكن نرجعك خدمه بعد اذنك؟ اتفضل. سياده الرئيس امر بانشاء مدينه ذوي الاحتياجات الخاصه في الاسماعيليه. المدينه المفروض ان هي فيها اطفال ذوي الهمم. احنا برضو انا وعشرة من زمايلي بنقدم الخدمه بتاعتنا بدون مقابل، ندرب الكوادر هناك. طيب الناس هي يعني الناس بتتبرع، هي عماله تتبرع على الهواء مباشره دوريا، احنا موجودين بصفه مستمره شهريا، بيقول احنا موجودين في كل المحافظات وكل مكان في الدوله. بشكركم شكرا جزيلا، شرفنا لكم منا كل التحيه والتقدير. شرفنا. اعزائي المشاهدين، بكده انتهت حلقه اليوم من برنامج مع الناس، انتظرونا في حلقه جديده ان شاء الله.